السلام عليكم ورحمة الله. رمضان مبارك سعيد، كل عام وأنتم بألف خير. موضوع فيديو اليوم هو التلفاز من نوع سامسونج 32 بوصة LED، كما تلاحظون به يعني ازدواجية في الصورة، صورة مزدوجة. إذن هذا هو مشكل التلفاز. الآن سأقوم فتحه وأريكم طريقة معالجة هذا المشكل. طبيعة الحال فهو مشكل عيب يعني في الشاشة، فتلفزيونات سامسونج أنتم تعلمون يعني تمر بضع سنوات وتصبح الشاشة على هذا الشكل. يوجد حل سأشارككم إياه، فتابعوا. هذا هو شكل التلفاز من الداخل. ولحل هذا المشكل علينا بقطع بعض المسارات أو فصل بعض الإشارات عن الشاشة. إذن أصدقائي تابعوا. إذن أصدقائي هذا هو رقم التيكون، هذا هو، وهذه هي المسارات التي سوف نقوم بقطعها. سأريها لكم، يعني ثمانية مسارات هادو هما سوف نقوم بقطعها. لاحظوا ابتداء من هادو اثنان من المسارات هادو فارغين. نبدأ من هذا، 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا نحسب من هذا المجاور لهذا الاثنان من المسارات الفارغة، نقوم بقطعها إلى حدود هذا المسار، هذا الفارغ أيضا. لاحظوا هنا مسار فارغ، هنا مساران فارغين. إذا هذه العلامة، نقوم بقطعها 8 مسارات. وللإشارة القطع يكون من هنا بالضبط، من هنا، ليس مثلا من هنا أو بل من هنا، من هذه. إذا على بركة الله سأقوم بقطعها. إذن بسم الله، نستعمل أداة حادة على هذا الشكل أو نستعمل إبرة أو إذن نقطع من هنا كما قلنا بسم الله وبحذر شديد أصدقائي، بحيث الموس أو الأداة الحادة لن يعني تتسبب لنا في قطع الكوف. أنا أعتقد بأنه جيد. إذن جيد أصدقائي، الآن سأقوم بالتجريب. إذن سأوصل الآن الكهرباء. بسم الله. إذن كما تلاحظون ها هي الآن الصورة جيدة. لاحظوا تلك الازدواجية لم تعد موجودة. إذن سأحاول توصيله مع ما أعطينا أو ريسيفر. إذن سأستعمل كأنطينا هذا، هذا سأضعه في التينر هنا.
رأيتم؟ وسبب المشكل يعني في هذا يعني المسبب لهذا المشكل كما قلت فهو يعني الشاشة. إذا أصدقائي نأتي لنهاية الفيديو، هذا فقط من الإشارة ضعيفة. إذا أصدقائي نأتي لنهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.